اللي بتكلم عنه اليوم غير منطقي التضييق اللي قاعد يصير على غير المطعمين، مع العلم ان اللي دخل فيروس ماكرون حق الكويت هو انسان كان ملقح ومسوي فحص البي سي ار، فمعناها ان المطعم وغير مطعم نفسهم هما الاثنين حاملين للمرض وممكن ينقلونه ويصير عدوى، مع العلم ان وبعدين شنو اللي هما فحصوا المكرون عشان يعرفون الفرق بين مكرون وكورونا؟ شنو هالجهاز اللي عندهم؟ مع العلم ان المملكة المتحدة قالوا ان البي سي ار ما تقدر تفرق بين الانفلونزا وبين كورونا، شلون الحين طلع هذا المتحور الجديد؟ وفوق هذا كله الحين احنا ابي عندي علامات استفهام، ابي اعرف شنو سبب اللاعبين اللي بالملاعب بالمئات قاعد يطيحون اثناء المباراه وصير فيهم سكته قلبيه، هذه علامات استفهام ولازم الناس يعرفون ليش. وبعدين شنو طلعت في احد وسائل الاعلام ان في بعض من الطيارين واللاعبين طلعوا وتكلموا ان هم مستقبلهم ضاع، والسبه شنو؟ والسبه اللقاح. وسلامتك.